السلام عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة جلسة. في هذه الحلقة بغيت نوقف عند الشيء اللي داروا الاتحاد الدولي للمحامين يا حسره فيما يخص العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وهذا غادي ناخذ منه درس في طريقة التحرك ولضرورة التحرك ديال القوى الحية بالعالم العربي والإسلامي والأحرى في العالم ضد هاد الآلة الصهيونية اللي مشتغلة أنها تطمس الحقيقة. فالاتحاد الدولي للمحامين اعتبر أن الاعتداءات، اسمعوا الاعتداءات بين مزوجين اللي كتنفذها المقاومة الفلسطينية في إسرائيل أدانها بأشد العبارات، وصف ما حدث في 7 أكتوبر أنه هجمات شنيعة وغير قانونية، وأن لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن النفس ضد هذه الهجمات. وهذا الاتحاد الدولي للمحامين، بمعنى أنه كما كنقولوا حنايا القاضي كيسمع من جوج، والمحامي كذلك يسمع من جوج، وهذا المحامي يعني كيدافع عن الحق ولكن شاف الأمور من زاوية. وطبعا الاتحاد المحامين العرب اللي كيترأسوا مغربي السي بن عيسى البكاوي، واللي هو امين عام لاتحاد المحامين العرب، تحرك بقوة وراسل رئيسة الاتحاد الدولي للمحامين أوركويلا دي بلاسيو، وطالبها بسحب البيان الصادر عنها المساند للكيان الإسرائيلي والمنحاز للكيان الإسرائيلي في عدوانه على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، ومحو آثار هذا البيان الجائر واعتباره كأنه لم يكن، وأن تعتذر، وطالبها كذلك أن تعتذر لسائر المحامين العرب على إصدارها للبيان الملغى ونشر بيان السحب في نفس المواقع التي نشر فيها البيان ملغم، على ألا يتعدى هذا الإجراء موعد عقد المؤتمر الدولي للمحامين بروما في بداية الأسبوع المقبل، وذلك حفاظا على ما وجه الاتحاد الدولي للمحامين ولتهدئة المحامين وإطفاء نار غضبهم في أرجاء الوطن العربي، وحفاظا على كتلة الاتحاد كمؤسسة دولية تعنى بحقوق المحامين في أرجاء المعمور تجمعهم ولا تفرقهم. طبعا كما كتشوفوا هذا لهجة فعلا صعبة ولهجة قوية وفيها ما فيها من إشارات، لأنه كاين مؤتمر دولي المحامين اللي يكون في روما في بداية الأسبوع المقبل، في هذا الأسبوع الجاري يعني الجاي، والمحامين العرب يعني كيهددوا بنصف هذا المؤتمر او بالانسحاب من الاتحاد الدولي للمحامين، وتكلموا بكل جرأة وبينوا للاتحاد الدولي للمحامين على انهم غلطوا غلطة كبيرة وانحازوا للكيان الصهيوني. وفعلا كان لهذا الموقف العربي أثر كبير على اتحاد دولي للمحامين، وهذا الموقف داروا اتحاد المحامين العرب وكذلك الهيئات والتنظيمات ديال المحامين في الوطن العربي، وهذا الضغط فعلا صفر النتيجة أن البيان الأخير لاتحاد دولي للمحامين عبر عن فزعه الشديد عن قتل وجرح آلاف فلسطينيين، وطالب الكيان الصهيوني بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني الذي يوجب حماية المدنيين والحيطة، فضلا عن حظر الهجمات العشوائية على المدنيين، لأن في مخالفة هذه المبادئ إمكانية أن تشكل جريمة حرب. وطالب الاتحاد الدولي للمحامين إجراء تحقيق محايد وشفاف في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي لمحاسبة المسؤولين عنها، ودعا إلى إيصال فوري ومستمر للمساعدات الإنسانية لأهل غزة. وناشد الاتحاد الدولي للمحامين جميع الأطراف
جميع الأطراف إلى العمل على إنهاء جميع أعمال العنف ضد المدنيين ودعم المسار الدبلوماسي للتوصل إلى حل سلمي وعادل ينهي الصراع. إذن تحية للاتحاد محامين العرب على هذا الموقف، وهنيئة لهم هذه النتيجة. وهذا كما قلت أنا درس، لأنه الحسنات تذهبنا السيئات. وطبعا الآلة الإعلامية سواء الصهيونية أو الماسونية أو غير ذلك فهي آلة قوية وتعتمد على نشر الأفكار من اتجاه واحد، ولذلك على الأحرى في العالم وكل العرب وكل المسلمين أن يتحركوا في هذا الاتجاه، وكل واحد في مجاله. وحنا شفنا كيفاش أنه جو بايدن الرئيس الأمريكي اللي كان تكلم على أن هناك هجوم على أطفال إسرائيليين، ومن بعد غيروا الرأي ديالهم وغيروا النظرة ديالهم وغيروا التصريحات ديالهم، لأنه المقاومون في فلسطين بينوا لهم بأنهم غالطين في هذا المجال. وهذا ينطبق على كل مجامل المجالات، لأنه السكوت هو كيخلي الطاغي يطغى. وبالتالي على كل الجهات، وانا كنقول كل احرار العالم، كل المسلمين وكل العرب، انهم يكتفوا جهودهم في هذا المجال، وانهم يبينوا الحقيقه، لانهم كيحاول ما امكن مع الاسف الصهيونيه والداعمينها في العالم كيحاولوا يفهموا الامور غير من جانبهم. فكنا كنشوفوا الافغانيين فواحد الوقت كانوا كيسموهم مجاهدين، من بعد بقدرة قادر ولو كيسميهم إرهابيين. إذن بكلمة واحدة تترجم مصالح معينة كيقلبوا لك المعطيات ويقلبوا لك الحقيقة ويوجهون الناس في اتجاه معين. فشوف هاد المحامين، لأنهم ناس هادو محامين اللي خصهم يعتمدوا على التحقيق وعلى البحث، فشوف كلامه كيفاش كان. ولكن لما تحركت الآلة العربية متمثلة في اتحاد محامي العرب تعطت نتيجة، ونتيجة جد جد مهمة. وهالشي اللي خاص إسرائيل، لأنه الآن في الشرق الأوسط أخشى ما أخشاه أن تكون 7 أكتوبر بحال 11 تنبيه في الولايات المتحدة الأمريكية، في الأحداث اللي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية في 11 تنبيه واللي استغلتها الولايات المتحدة الأمريكية لصالحها. ونفس الشيء أن ما وقع يوم 7 أكتوبر، وخاصة ما تكبده الجيش الإسرائيلي، أنه يستغلوه للانقلاب على الشرعية الدولية وللتنكيل بالشعب الفلسطيني وحصد نتائج لفائدة الكيان الصهيوني بدعوى أنه كان ضحية إرهاب، وأنهم يحاول ما أمكن أنهم يستغلوا الموقف ويحققوا نتائج كبيرة في هذا المجال. إذ لابد من التعبئة واليقظة للوقوف أمام الكيان الصهيوني الغاشم وألاعبه في العالم. شكرا أتمام بكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.